نتربى على كلمة واحدة، نعيشوا بعزنا ولا نموتوا بشرفنا، ونقولوا للعالم المغاربة على كلمة واحدة، نعيشوا بشرفنا ولا نموتوا بعزنا. تحط القافلة الوطنية للصحراء المغربية بالمؤسسة السجنية رحال بالمحطة 11 بسجل المحلي بني ملا الجوج، وذلك لإسماع صوت النزلاء وأطر هذه المؤسسة، إسماع صوتهم فيما يتعلق بوحدة القضية الوطنية وبالدفاع عن ثوابت الأمة وثوابت البلاد والتعبير عن تشبتهم بأهداب العرش العلوي المجيد. أذكر على أن القافلة ستمر ب20 مؤسسة سجنية بعدما مرت أولى المحطة الأولى التي كانت ب31 ماي بالسجن المحلي وجدة، وستمر ب19 المؤسسة السجنية ليتم تنظيم الحفل الختامي لهذه القافلة يوم 6 نوفمبر 2021 بالسجن المحلي بالداخل، تزامنا مع احتفالات الشعب المغربي بذكرى المسيرة الخضراء. القافلة تعرف تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والفكرية ولقاء مع أساتذة جامعيين فاعلين جمعويين خبراء فنانين للتعريف بالقضية الوطنية والدفاع عن وحدة هذا الوطن. والجدير بالذكر على أن هذه القافلة يؤطرها أزيد من 18 الإطار من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.